بشار البعثي، خيال الظل الذي يحقق أجندات الروس والملالي. كثيرون تساءلوا عن مصير بشار البعثي بعد الضربة الصاروخية الأمريكية البريطانية الفرنسية على سوريا، وقالوا: هل له مستقبل؟ هل يمكن لهذا البعثي السفاح ربيب خامنئي ولاعق حذاء بوتين أن يكون له مستقبل سياسي في سوريا؟ هل يتوهم أن بإمكانه الاستمرار في دمشق؟ وأي دمشق يمكن أن يحكمها في المستقبل؟ الحقيقة أن بشار البعثي القابع على السلطة في دمشق ليس أكثر من خيال للظل في سوريا. انتهى عمره السياسي والافتراضي منذ عدة سنوات، وكان أقرب ما يكون للسحل والقتل على يد المعارضة السورية بعد أقل من 6 أشهر على اندلاع الثورة السورية في عام 2011. ولولا الدعم الميليشياوي الإيراني والدعم المادي بنحو 30 مليار دولار من جانب الملالي في السنوات 6 الماضية لما كان له وجود. وعليه فهذا البعثي لا يمثل شيئا ولا يعني شيئا في المعادلة السورية. هو موجود فقط ليحقق أجندات إيرانية تتمثل في السيطرة على سوريا والوصول من خلالها للمتوسط ومد جسور قريبة مع ميليشيا حزب الله، وليحقق أجندات روسية كانت تريد منذ زمن طويل إقامة قواعد عسكرية في هذه المنطقة المهمة. وفي غير ذلك لا يمثل بشار البعثي شيئاً، وأول من سيقتلونه ويلقونه للكلاب في شوارع دمشق هم الروس والإيرانيون بمجرد الاطمئنان إلى مصالحهم. لكن هذا لا يحدث، فسيخرجون جميعاً وهم قبله إلى مزبلة التاريخ أمام الضمير العالمي الحر الذي رفض خان شيخون ورفض دوما ووجه ضربات مهينة للأسد وحلفائه.